في العام 61 بدأ صياف الحرب في إلقاء شعره أمام الجمهور من خلال مشاركته في المناسبات التي كانت تقام بين الشعراء في فن المحاورة. أظهر صياف سرعة في البديهة وقوة في المعنى، ما جعله يتصدى لكبار الشعراء في المدينة. ذاع اسم صياف الحرب بين هواة الشعر الشعبي في الرياض التي كانت تحتضن الكثير من الشعراء أصحاب الشهرة في محاورات الجلطة شارك الراحل في كثير من المناسبات التراثية التي كانت ترعاها الدولة في الرياض، ولفت الأنظار باكراً بمنافسته لشعراء الصف الأول حينها.